طابت اوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل الخير، اهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة اخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية. البداية مع ابرز العناوين. لوحات فنية بمعرض الاحلى تعبر عن عمق العلاقات بين السلطنة وفرنسا وتونس. مصر تسعى لادراج اثار تاريخية بالاسكندرية وسيناء ضمن قائمة اليونسكو. معرض اسطنبول للكتاب يشهد اتفاقا على ترجمة 150 كتابا تركيا إلى العربية. أهلا بكم. لوحات فنية تعبر عن عمق العلاقات بين السلطنة بفرنسا وتونس، يسردها معرض الأحلام للفنانة التونسية ليلى العلاقي. المعرض الذي أقيم بالمركز العماني الفرنسي شهد حضور عدد من رواد الفن التشكيلي. مع زخات المطر كان للفن عنوان في معرض الأحلى للفنانة التونسية ليلى العلاقي بالمركز العماني الفرنسي بحضور كوكبة من رواد الفن التشكيلي. هي تجربة فنية صارت منذ 2015 من تونس، انطلقت وتمت هنا لم تنتهي بعد، وإنما اكتملت هنا بمسقط في هذه المرحلة الأخيرة. تراث أي بلد وأي حضارة هو ثري بالألوان والأشكال والخامات، ولكن الفنان المعاصر يجب أن يعتني بهذا المشهد التراثي ويوظفه في العمل الفني. اللوحات الفنية عبرت عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط السلطنة بفرنسا وتونس، وسردت حكايات الماضي التليد الذي بات محفورا في مخيلة الفنانة. صور تعبر عن مزيج من الإبداع والخليط للثقافة والتراث التونسي والعماني في جميع مظاهره وتجلياته، وهذا الحقيقة يزيد يأكد على التقارب والأخوة بين الثقافة التونسية والثقافة العمانية. حكاية فن تشكيلي لامس القلوب قبل الأنظار، يحمل إحساس فنانة استطاعت أن تدمج تراثا تاريخيا بالحداثة، متفردة بريشة مبدعة لدى متذوقيها في الساحة التشكيلية. معرض الأحلى إبداعات سحرت أعين الناظرين من خلال لوحات عبرت عن فن جميل. لتلفزيون سلطنة عمان، فيصل بن حبيب اللواتي، محافظة مسقط. تسعى مصر إلى إدراج مدينة الإسكندرية وبعض المواقع التاريخية في شبه جزيرة سيناء ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. وأعلنت وزارة الآثار أنها تعد ملفا حول مواقع أثرية مصرية، ومن ضمنها الإسكندرية القديمة ومقابر كوم الشقافة التي تضم عمود السواري ومنطقة كوم الدكة والمعابد التي تعود إلى عصر البطالمة. أما سيناء فتشمل الآثار التاريخية فيها قلعة صلاح الدين الواقعة في جزيرة فرعون جنوب شبه الجزيرة، وقلعة عسكرية أخرى عثر عليها عام 2007 في الشمال. يذكر أن قائمة اليونسكو تحتوي على 7 مواقع أثرية مصرية، هي المعابد في منطقة أبو ميناء غرب الإسكندرية والقاهرة الإسلامية ومنفيس ومقبرتها، ومنطقة الأهرام في الجيزة في دهشور، ومدينة طيبة القديمة ومقبرتها، ومعالم النوبة ومنطقة القديسة كاترين ووادي الحيتان. وقعت دور نشر تركية وعربية اتفاقيات لترجمة 150 كتابا من اللغة التركية إلى اللغة العربية خلال معرض اسطنبول الدولي الثالث للكتاب الذي بدأ فعالياته في الرابع من الشهر الجاري ويستمر حتى 13 منه. وصرح رئيس اتحاد مهن الطباعة والنشر التركي ألب أرسلان دمروش إلى مشاركة 85 ناشرا عربيا في المعرض من فلسطين ولبنان ومصر وسوريا والسعودية وتونس والأردن واليمن والإمارات. واعتبر دورموش أن ترجمة الكتب التركية إلى العربية يعتبر بمثابة بناء جسر بين تركيا والعالم العربي، مشيرا إلى أن عددا من دور النشر العربية والتركية
أقامت تعاونا ثنائيا فيما بينها وأعرب عن أمله في أن يستمر هذا التقارب في المستقبل. بدأ في العاصمة التشيكية براغ مهرجان الأفلام الوثائقية عالم واحد، وهو أحد أهم المهرجانات السينمائية التي تناقش حقوق الإنسان وسط تركيز خاص على أزمة اللاجئين الراهنة في الشرق الأوسط وأوروبا. افتتح المهرجان بفيلم نومان ذا آن آيلاند للمخرج البلجيكي تيم ديريكسميكر، الذي يحكي قصة شابين انتهى بهما الأمر في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية واندمج في المجتمع المحلي. ويقول منظم المهرجان إن كل الأفلام المعروضة فيه في إطار الموضوع الرئيسي للمهرجان، وهو البحث عن وطن، وعددها 13 فيلما تركز على الجوانب المختلفة للهجرة من المغادرة إلى الوصول وما بينهما. ومن بين الأفلام الأخرى التي تعرض في إطار موضوع البحث عن وطن فيلم ذا كريستونغ للمخرج جورج كوريان، الذي يحكي تفاصيل رحلة مجموعة لاجئين فروا من سوريا إلى مصر ثم إلى أوروبا. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. لندن وموسكو تتبادلان مجموعة من أشهر اللوحات الفنية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه المتابعات الثقافية الفنية. في إطار مبادرة أولى من نوعها، معرض الفنون الوطني في لندن وغاليري تيتاكوف في موسكو يتبادلان مجموعة من أشهر اللوحات التي تعد كنوزا فنية. اللوحات الروسية يؤثثها مجموعة من أشهر الموسيقيين والفنانين والمثقفين الذين أثروا في تاريخ روسيا الحديث. رحلة التبادل الثقافي تنطلق من روسيا التي ستعير معرض الفنون الوطني في لندن 26 لوحة فنية لعظماء روسيا. ولندن عدت بدورها مجموعة قيمة من اللوحات الفنية لمشاهير بريطانيين مثل الملكة إليزابيث الأولى والكاتب المسرحي ويليام شكسبير. إلى أجواء المسرح هذه المرة، والمسرحية الغنائية التي أسرت القلوب بيلي إليوت تقام حاليا على مسرح قصر فيكتوريا في العاصمة البريطانية لندن. وتروي المسرحية قصة صبي يدعى إليوت يحارب ويكافح من أجل تحقيق أحلامه، فكانت أولى المواجهات مع والده الذي أراده أن يتعلم الملاكمة، بيد أنه وجد ميوله في رقص الباليه، ومن خلال تمسكه بهذا الشغف أقنع المجتمع من حوله في تغيير النظرة تجاه ما يحب. ألف القطعة الموسيقية الفنان البريطاني إلتون جون بأسلوب يتناغم مع الأحداث الإنسانية التي يعيشها الصبي إليوت، ويستمر عرض المسرحية حتى 9 أبريل القادم. إلى إفريقيا هذه المرة، قرية مكوك النيجيرية الممتدة على بحيرة لاغوس الملقبة بمدينة البندقية الإفريقية، حيث يحيط بها الماء من كل جانب وينتقل سكانها عبر القوارب، إلا أن ذلك لم يمنعهم من بناء مدرسة عائمة بشكل هرمي متكئة على 200 برميل بلاستيكي لاستقبال أكثر من 100 طالب ومعلم.
أنا المدرسة، اجعلني كأم لا تمل عني، أنا المصباح للفكر، أنا المفتاح للذهن. آمن بهذه الأبيات أهالي قرية ماكوكو الممتدة على بحيرة لاغوس النيجيرية، فلم تمنعهم ظروف الحياة من بناء مدرستهم العائمة على البحيرة بأسلوب معماري ذكي يوحي بإرادة نابعة من القلب في طلب العلم. والأطفال يبحرون يومياً جيئة وذهاباً ملبين نداء المدرسة، كيف لا وأهاليهم يعيشون على الصيد وهم يألفون وجه الصياد. ولا تفزع كمأخوذ من البيت إلى السجن، كأني وجه صياد وأنت الطير في الغصن. إني سعيد فنحن في مجتمع لا يبني البيوت إلا على الحجر والحديد، لم يجرب أحد كيف يتم تشييد مبنى قائما على الماء، الجميع لم يكن يصدق، بالنسبة لنا كان أمرا مستحيلا. العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. إني أحب هذه المدرسة، إنها أفضل شيء حدث لنا، لم أرى مدرسة نائمة من قبل، لقد رجوت والدي حتى ألتحق بها. أنا الباب إلى المجد، تعال ادخل على اليمن، وألقاك بإخوان يدانونك في السن، وآباء أحبوك وما أنت لهم بابني. أحب مدرستي لأنها تعوم على الماء، شعور رائع، إننا نتعلم بشغف. مدرستي كم يحلو وقتي في الصف وفي قاعة المعمل، مدرستي حلمي أن أصبح إنسانا يبني المستقبل، أتسلح بالعلم وأمضي وأشارك في غد أفضل. أصبحت مدرسة ماكوكو العائمة رمزا لتعزيز التنمية في المدن الإفريقية الساحلية، ومصدر إلهام لبناء مدن جديدة عائمة لتحل محل الأكواخ القديمة. هي مدرستي ما أحلاها، ما أعذب منبعها الداني، تبني روحي تبني جسدي، وغدا سأكون أنا الباني، أبني وطني أبني وطني، أبني أمجاد الإنسان. إذن محطة أخرى في متابعتنا الثقافية المتنوعة إلى عالم الموضة، حيث اختتم أسبوع الموضة في باريس فعالياته بعرض المصممة البريطانية سيلا ماكارتني بمجموعتها الجديدة لأزياء شتاء 2016. عرضت المصممة البريطانية ستيلا ماكارتيني مجموعتها الجديدة لأزياء الشتاء خلال أسبوع باريس للموضة الأسبوع الجاري، وقدمت خلال العرض مجموعة متنوعة مزجت بين المعاطف والسترات المبطنة والفساتين ذات الثنايا لتضفي لمحات أنثوية على التصميمات. وتم عرض السترات المبطنة في سلسلة بدا فيها ابتكار التصميم، حيث استخدمت الأحزمة لتبدو كأنها سترات واقية. أما الفساتين فتميزت بأنها كانت طويلة وواسعة، واستخدمت فيها أقمشة الستان والحرير لتحمل لمحات من أزياء فترة الثلاثينيات. لقد بدأت من نظر تقريبا إلى تاريخ المرأة وفكرة التألق، وقمت بتجريدها لأقدمها في صورة معاصرة، ثم أدركت عندما كنا نعمل على المجموعة أننا نعمل على قطع تشتهر بها دار الأزياء مثل السترات المبطنة وغيرها، لذا انتهى الأمر بتقديم مجموعة لسيدة ستيلا العصرية. والمصممة التي تشتهر بميلها للمزج بين الرفاهية والأزياء الرياضية لا تستخدم الجلود والفرو في تصميماتها، لذا فهي تعاوض ذلك بإطلاق العنان لأدوات أخرى كالطباعة على الأقمشة، وقامت برسم بجع عائم على الفساتين والسراويل في مجموعاتها التي كانت متاحة للبيع للجمهور. وكان يجلس في الصفوف الأمامية للحضور نجم سباقات فورمولا 1 لويس هاملتون، ووالدها نجم البيتلز السابق بول ماكارتيني الذي أثنى على تصميمات ابنته وقال إنها استطاعت أن تثبت نفسها في عالم الأزياء. ويختتم أسبوع الموضة في باريس فعالياته يوم الأربعاء. من عالم الأزياء إلى عالم الابتكار هذه المرة،
حيث تمكن العلماء بجامعة سنغافورة من تصميم إنسان آلي روبوت يشبه البشر تماما، ولكن الأمر لن يقتصر على الشكل فقط، حيث ستوكل إليه بعض المهام. ونقلا عن مجموعة من العلماء أن الهدف طبعا من هذه التكنولوجيا يتمثل في تقديم بعض الخدمات التي لا يمكن تقديمها سوى من البشر، ومن بينها رعاية الأطفال ومساعدة المسنين الذين يعانون من الوحدة. الروبوت الذي أطلق عليه اسم نادين يتم استخدامه حاليا كموظف استقبال، حيث تستقبل الضيوف وتبتسم لهم وتصافحهم وتتواصل معهم بالعين، إلا أنها لا تستطيع التعرف على طبعا أشخاص سبق لها وأن التقتهم من قبل. إلى عشاق الظواهر الفلكية هذه المرة، حيث توافدت أعداد كبيرة من السائحين على إندونيسيا لمتابعة الحدث النادر، وهو أول كسوف كلي للشمس تشهده إندونيسيا منذ نحو 33 عاما، كما تابع الملايين كسوفا جزئيا في أستراليا وجنوب شرق آسيا. شهدت سنغافورة كسوفا جزئيا للشمس صباح الأربعاء، حيث حجب القمر 90% من الشمس، وتجمع المواطنون والسياح في ملعب لكرة القدم بجامعة سنغافورة الوطنية لمشاهدة الظاهرة الطبيعية عبر التلسكوبات والنظارات المخصصة. كما تجمع المصورون من الهواة في منطقة مارينا باي ساندز لالتقاط الصور للظاهرة الكونية. وقال فيل تشان نائب رئيس قسم الفيزياء بالجامعة إن آخر كسوف جزئي شهدته سنغافورة كان في عام 2009، وشهد الكسوف الجزئي بماليزيا، وتمكن المشاهدون من رؤيته صباح الأربعاء بعد شروق الشمس بوقت قصير، حيث حجب القمر 80% من الشمس. وقالت وكالة الفضاء الماليزية إن الكسوف بلغ أقصى نقاطه في 8 صباحا بالتوقيت المحلي. وفي أستراليا تمكن مواطنو مدينة داروين بشمال البلاد من مشاهدة الكسوف، حيث ارتدوا النظارات المخصصة لمشاهدة كسوف الشمس واستخدموا التلسكوبات لمشاهدة الحدث الذي أبهر الحاضرين. وفي اليابان تمكن طلاب جامعة توكاي من مشاهدة الكسوف الجزئي من سواحل جزيرة بالاو، وتجمع 100 طالب على متن سفينة بوساي مارو، وهي سفينة تستخدمها الجامعة في أبحاث الحياة البحرية وعلم المحيطات لمشاهدة الكسوف في الوقت الذي نقل فيه الحدث بشكل مباشر عبر الإنترنت للطلاب في الحرم الجامعي والكليات التابعة للجامعة. وفي إندونيسيا شهد كسوف كلي للشمس بجزيرة ترينيت، شاهده سكان الجزيرة والعديد من الناس حول العالم عبر بث مباشر. وتقول وكالة الأرصاد بإندونيسيا إن آخر كسوف كلي للشمس بالبلاد شهد عام 1983، وسيحدث الكسوف الكلي القادم بعد 33 عاما. ويحدث الكسوف الشمسي عندما يلقي القمر بظله على الأرض أثناء مروره بينها وبين الشمس. وتكرر حدوث الكسوف الجزئي أكثر من الكسوف الكلي عندما تمر الأرض داخل المنطقة المظللة نسبياً من القمر. ووفقاً لوكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء، فإن الأرض ستشهد الكسوف الكلي القادم للشمس في أغسطس من عام 2017. هذه المتابعة الفلكية هي آخر ما لدينا من خلال هذه الرحلة في متابعتنا الثقافية لهذا المساء. نعود للتذكير بأبرز العناوين. لوحات فنية بمعرض الأحلى تعبر عن عمق العلاقات بين السلطنة وفرنسا وتونس. مصر تسعى لإدراج آثار تاريخية بالإسكندرية وسيناء ضمن قائمة اليونسكو. معرض اسطنبول للكتاب يشهد اتفاقا على ترجمة 150 كتابا تركيا إلى العربية. بهذا مشاهدينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه المتابعات الثقافية في الغد إن شاء الله، رحلة ومتابعات متجددة أخرى. إلى ذلك الموعد، دمتم في أمان الله.